السلام عليكم، المجد والخلود لشهدائنا الأبرار، ومرحبا بالناس اللي يشاهدوا فينا داخل الوطن وخارج الوطن. الناس اللي معنا نقول لكم مرحبا بكم في قناة شوبير دي زد. اليوم الحصة تاعنا وين غادي نتكلموا على نهاية الشوط الأول بتفوق الخضر بهدف سفيان فيغولي بعد عمل ممتاز جدا من سليماني بعد تمريرة سحرية من بلايلي. يعني بلايلي اللي يبقى اللعاب، يعني اللعاب لي لعاب استثنائي، لعاب استثنائي، وعاد لازم نستعرفوا به. انا واحد بلايلي صايك اعتراف رسمي بلايلي، يقعد بلايلي عاشور العاشر، الولادة جابت في وهران بلايلي يقعد بلايلي. يعني ما كاش كاع لو كان اسلام سليماني لا غالب، ما ناش نلومو في اسلام سليماني، سليماني يعمل كلش. الحارس علاه كاين حارس، كاين اللي يشت الناس في الفيسبوك اللي يعايروا فيه، ما تعايروا ما والو، دار كلش سليماني، سليماني اللي يعمل كلش. على يعني بالك التريبل الجوار ضربها لا غالب، لا غالب. وين نقولوا باللي وين نهايه الشوط الاول بتفوق الخوض بهدف بعد فيغولي بعد عمل ممتاز جدا من سليماني بعد تمريرة سحرية من بلايلي. الخضر لعبوا اللقاء يعني مطلوب، وقدموا أشياء مطلوبة خاصة في فوز بالصراعات الثنائية في ظل وجود زروقي. بعد شأنه كيفاش وين بن ناصر ما نجموش نحكموا عليه خاطر كاين دوزياميتر، ويعتبر وين زروقي الذي يعتبر أحسن من جانب الخضر سواء من ناحية افتكاك الكرات أو بناء اللعب. زروقي مفتاح مهم جدا في تشكيلة الخضر. بلايلي واصل نصف سحره، سليماني إن لم يسجل يصنع، بل سبعيني عليه أن يلعب بحذر أكثر. يعني وراه شوية راه نقولوا بلي الشوط الثاني ما فهمت كيسموه بن سبعيني، إن شاء الله الشوط الثاني يكون مغاير، إن شاء الله يكون مغاير ويكون في صالح بن سبعيني اللي نعرفوه، بن سبعيني اللي نعرفوه اللي يسجل أهداف اللي يصنع أهداف. يعني نقولوا بلي المباراة اليوم وين نقولوا باللي المباراة اليوم وين تبقى في صالح المنتخب الوطني. المهم تسجيل أهداف، يعني بفوز هدف هدف لصفر أو هدفين، المهم ثلاث نقاط التصفيات هذو، المهم الفوز، ما نحوسوش نتهموا على حاجة أخرى، المهم الفوز، المهم ثلاث نقاط بأي طرق. الأداء يعني الله غالب، الأداء كاين بزاف قال لك الأداء، ما الأداء واه الأداء، دروك انت راك تلعب خارج ميدانك في نقولوا باللي الأداء علينا وعليهم، احنا ماركينا لهم، احنا نحافظوا ولينا نسيروا في المباراة، نلعبوا بهجمات مرتدة. يعني وين كنا نلعبوا على الجهة تاع كيسموه الجهة تاع بلايلي، الجهة تاع محرز، وين ديفوا كنا ندخلوا من الوسط يعني بهجمات مرتدة، وين توزيع من فيغولي، يعني صناعة من فيغولي، التحركات تاع كيسموه تاعنا تاع سليماني، يعني تحركات وين قاعد يخدم في وسط الميدان، يعني وين عرف كيفاش يحل على فيغولي، يعرف كيفاش يفتح، رغم ان تضييع اهداف، ضيعنا بريمير ميتو ثلاث اهداف يعني كانت سامحه للتسجيل. نقولوا باللي الشوط الثاني اللي غادي يكون نشوف على حساب ما نشوف باللي غادي يكون في كيما نقولوا احنا من ناحيه يكون من جهه يكون في يكون معانا الشوط الثاني ان شاء الله بربي اللعابه. نقولوا باللي الشوط الثاني يكون في صالح اللعابه. اليوم هذا اختبار حقيقي للمنتخب الوطني، رغم ان شاهدنا كل نقولوا باللي شاهدنا المباراه اللي دروك تلعب، يعني نقولوا باللي تلعب دخلوا في الشوط الثاني، دخلوا الشوط الثاني بسم الله يا ربي، دخلوا الشوط الثاني وين تكون ان شاء الله في صالح المنتخب الوطني الجزائري، ان شاء الله تكون في صالحنا. هذا مكان يعني المباراه هذه اللي مباراه اللي نتمنوا تفوت يعني بدون اي مفاجاه. مزيه يا ماندي يعطيك الصحه يا ماندي. أو تعمل
هذه هي بوركينا فاسو باش تخسر لك ما تخسر لك هذه هي بصح نفوزوا عليهم هذو هما الفرق يعني كل فريق كل منتخب يريد اللعب والفوز عليك زي ماضي زي ماضي لا يعطيك الصحه والله طيب والله طيب والله طيب والله طيب المهم حنايا بالله عليه فماك بالله عليه فماك بالله عليه فماك خويا بالله عليه مازال لعب مازال لعب بالله عليه بالله عليه بالله عليه بالله عليه سفيان بالله عليه هيا المحرز تاعك هيا خويا تاعك هيا تاعك هيا تاعك هيا تاعك انا مبلعين اليوم شوف شوف تاع رد الكارديا تاعهم تاع رد 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 انا مبلعين اليوم على بالك انا متمركزين مليح شوف بدايه تمركز ايا تاع شوف كيفاش البوله راه نضيعوها ردوها في سيكوند 3 سيكوند ردوها زروقي لا يعطيه الصحه زروقي لا يعطيه الصحه زروقي يا ودي يا زروقي لا يعطيك الصحه يعني الكره تضيع منا سيكوند 3 سيكوند تكون عندنا كاسير بمعنى الكلمه والعام رانا مبلعين اليوم رانا متمركزين رانا نلعبو رانا نلعبو متقدمين اليوم رانا نلعبو في الخارجه تاعهم مراناش مخليينهم يلعبو انا كيما يقول لك رجل لرجل انا نقول لهم رجل لرجل اي زفن تاعك اي خويا اي تاعك اي ايوا عاودي زروقي لا يت... او زروقي زروقي لا يعطيك الصحه او زروقي لا يعطيك الصحه او زروقي لا يعطيك الصحه هذا جن هذا زروقي هذا كي راه يخرج مقبوله راه يضيع منه راه تسيبو ردها هو ردها زروقي مصيبه هذا ايا اسيو خويا يا ايا اسيو يا ايا اسيو ايا اسيو ايا اسيو يا اسيو والله العظيم ام مالك بن عمري ايا بن عمري حذاري يا بن عمري هذا شكون بيدخل بوداوي هذا شكون شكون بيدخل بالقبله شكون ينظر احنا اللي راهي اي روح روح تاعك تاعك زروقي تاعك زروقي ويا زروقي يا زروقي ويا اي تاعك زفان تاعك ما يفوتش ما يفوتش ما يفوتش هاكا خويا هاكا هذا هو اللعب مليحة بليلي مليحة بليلي خويا مليحة مليحة بليلي هدي يا روح هيا العب هيا طلع 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 هيا هيا في غولي هيا في غولي هيا في غولي تاعك دي هو هذا هو البنت هذا هو البنت هذا هو يا صاحبي راحت بعيدة 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 يا محرز بعيدة ما شاء الله يا ربي المهم الغالب بن سبعيني بليسي بن سبعيني راهي دوموندي باش يخرج عم بليسي الله غالب الله غالب بليسي بن سبعيني على بالك تك تك تقول شا كاين هادي هي الفرصة تاعك قولي اي الله غالب بليسي يا ود عمي المهم خروج بن سبعيني دخول خاسف خروج سفيان في غولي دخول بالقبلة إن شاء الله يكونوا عند حسن ظن الجماهير الجزائرية يعني وثقة تاع المدرب هذه هي اللي نتمناها إن شاء الله يا ربي مازال لعب باش على ملاعبين 58 دقيقة نتمنى إن شاء الله الأداء يزيد يطلع من الريتم بالقبلة يطلع من الريتم إن شاء الله بالوسط روح 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 زفر روح زفر روح بن سبعيني روح بالناصر 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 بالناصر
أودي بن عمري ربدي خاصب خويا دخلت تقر وحدك يا ولد عمي. تاك او كوفرو كوفمان رب العالية ربي ما نعرف راهم لاعبين شحال راهم لاعبين 60 دقيقة غير في صالحنا غير في صالحنا النتيجة.